الخطاب اللي قالها ببلاد كاملة. راهو قبل ما تصير أحداث 17 ديسمبر كانت ثم أحداث سابقة، كان ثم اعتصام للفلاحين في منطقة زيان في المكنس، وفي الرقاب اعتصام شهير الرقاب لأنهم اعتصموا بكان مقر اللي تم تعتيم كبير ياسر ما سمعنا فيه كان تو اعتصام فلاحين الرقاب مرتبط بقضايا تبدي وقضايا عنا زمين الأستاذ حاتم الحسيني تحايل تحايل حسب ما فهمت حسب ما قريت يقول حتى خال بعزوز نفسه فيها عنده حكاية ايه لا قبلهم اعتصموا قبل صاروا ما شكل شيء هذا يعني انه شو جل ما صار فيها تحركات ما ننسوش زادة صراحه كان دور النقابيين كان دور بارز جدا في ربما يعني تكسير جدار الخوف كل مره نحاول نلتحموا مع النقابيين كان العدد ضئيل ياسر في قبل 14 جانفي ثم معطيات هامه انه في مثلا في بنعام في مهرجان سيدي علي بن عون تفصيل الزملاء يعرفوا هذا انه تمت مواجهه عنيفه جدا انتهت بحرق رئيس سياره رئيس فرقه بسبب يعني المواجهه هذا سبب المواجهه هو حاله احتقان موجوده بدا خلاف بسيط بين مواطن واعوان امن اعتدى عون امن اللي هضم الكوموندو اعتدى على واحد من غادي فزعوا معاه معنا يعني اهله واقاربه وماليه واصدقاء وربما ناصروه وكانت مواجهه شرسه جدا الى حد الان ما زالت قضيتها منشوره هذه كانت في وبالتالي راهو يضاف الى هذا حاله الهم والغم والفقر المدقع الى اخره عوامل ساعدت على ان الامر يتواصل هنا في سيدي بوزيد وفي المعتمديات لمده تقريبا 12 يوم ولا 15 يوم بلا هواس. حاجه اخرى انا لاحظت قبل قلت حرب استنزاف من بين الطرائف ونحاول كل مره نستحضر اي بشاخذ طرائف نحب كل واحد الطرفه نتاعو ثم طرائف مثلا انه يجوا المتظاهرين في الليل ويحلوا حجام ويخرجوا الكرسي اللي حجموا عليه فهمتني ويخرجوا الكرسي ويوروه للبوليسيه وهم متواجدين في الضفه البوليسيه في جهه والمتظاهرين الشباب في جهه ويقولوا لهم انتم راكم تخدموا في حجامه كما هكا تحميوا في الحجامه يعني طرائف انه مع الاربع الخمسه نتاع الصباح وقت اللي تنتهي المواجهه يقولوا له ماي اعطونا ثلاثه أربعة قنابل مسيلة للدموع خلنا نمشي نردوا يمشوا يسايبوا لهم تاك 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 هاي سايب ربي يا الأولاد سايبونا خلنا نمشوا نروح يقولوا لهم باهي امشوا معنا نهاية المواجهة اللي ما عرفتي أعطينا ثلاثة أربعة أخطأونا خلنا نمشوا نروح خلوهم يدخلوا للمبيت وقت عطلة وقت عطلة الشتاء خلوهم للمبيت يدخلوا بالضبط هم يدخلوا بالضبط الخمسة الستة يأسوا عليهم معناها شدوا كروشاتهم بالضبط والشباب يعمل عملية انزال داخل المبيت وينطلق في المواجهة ويتعدى بالتالي انهك من بين الطرائف زادة وانه المواطنين عملوا صحبة هم أصل وهم والبوب وتفاوضوا معاهم وتقولوا في العشاء ويسهروا مع بعضهم وعادي زي من نفس البوب اللي بالضرب وكل شيء وبعد الأهلي يقعدوا يتحدثوا معاهم وكل شيء وبعدين تبدا معاك نعملوا قهوه ونعملوا كسكروت وبعد انا تو نتقابلوا بعد ساعه اخرى ولا وظل يترجوا فيهم ثم اولاد مجمبرين مثلا لكن وظل يترجوا فيهم يا ربي ما رانا عندنا ثلاث ايام ما قدناش رانا قدناش رانا والله ثم واحد كان شكون على البوب يترجاو في الاولاد يقول لهم بربي سيسوا علينا عندنا ثلاث ايام ما قدناش رانا عندنا اربع ايام ما قدناش وظل يتحدثوا معاهم وكل شيء وكيفاش تفسروا الظاهره هذه براتيكمون تي اخي معناها اللي بقى تحكي لنا انا حتى هما في الدين يظهر لي حسب نشوف فضلا على كون هما في الدين الشباب هنا ما عندهم يخسر شباب مصحوب يفيق نص النهار ماضي ساعة قبل 17 ديسمبر عنده القاوي ما عندوش معامل ما عندوش كذا هذا إلى جانب الكلام ده أما أنا أحكي لك على الناس اللي أشرفت معناها بشكل جدي ما عنده ما يخسر يقول لك أنا فقير فقير كمل جاني الحد عندي خلنا نعمل فيها الحد كسروا الجليك والروتين كسروا الجليك والروتين يسهروا بهم ثم زميلي مؤذن يحكي على طرفة قال لي اني سمعت اولاد مع الخمسه نتاع الصباح يقولوا له ما يا الاولاد هاي نمشوا نعملوا على الله تو باش نمشوا نبدوا نجاهدوا ومن بين الطرائف زاد وقت اللي جاء الامر بسحب القوات الامنيه من البلاد هاي العباد ولات تبكي فاش خرجوا؟ عجبتني بحالهم يتباكوا قالوا نحن شو على شكون باش نسهروا
شباب كانوا على شكون كان جو هيل معناتها سهريات كان جو هيل جو ممتع هذاك علاش كي جوك اللي جا نتاع حمايه الحياة يقول فيها متنفس باش يعاود يسهر خير من سهريه قدام مسلسلات ولا حاجه ولا سهريات وفين هذا لا لا تو قلقين ما عادش فما مواجهات ولا فيش قاعدين يسهروا تو لا تو خايف كتبت بيجي قايد سبسي ولا الشباب يعتبر نفسه انه هو اللي صار الثوره انا معطيك مثلا انطباعي مش فهمت الشباب يعتقد انه هو اللي يواجه هو اللي يعبر وهو اللي يتحرك وهو اللي يصادم وهو اللي قام بكل الافعال الميدانيه على الاقل في خايف من انه خطوه رشيده خايف من الاطراف السياسيه والنقابه يقول لك باش يصرف باش تركب على الاحداث على الثوره باش تركب على كذا الأغلب اللي تتحاور معهم يحكي واللي صار منذ 14 جانفي يعطاهم الحق يبدو خاطر فما أطراف حاولت أكيد 27 ديسمبر ديك برت لنا قلوبنا شوية.